لكن انت بتعتمد في الاساس على الفن فقط مش شغاله حاجه تانية؟ لا 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 لا، هو دراستي وهو موهبتي وهو الحاجة اللي هوايتي وهو الحاجة اللي بحبها وهو شغلتي، يعني هذه مهنتي اللي بحبها وما عنديش غيرها. لا لا، أنا ما سألت السنة اللي فاتت، يعني دي حقيقة مش ادعاء مثالية والله. ما هو لازم حد فينا يقعد مرة وحد يشتغل مرة، حد يقعد مرتين وحد يشتغل مرتين، يعني هي لازم كده يعني. وخصوصا إن حصل كمان تقليص، يعني عدد الأعمال قل جدا، احنا عددنا كبير، كان العدد ده وزاد العدد اصلا كمان، عمالين بنزيد ممثلين والمعهد بيطلع دفعات جديده وبتظهر ورش ومواهب جديده، فعددنا بيزيد وعدد الاعمال اقل سينمائيا ودراميا تلفزيونيا. حتى في ظهور المنصات الجديده اللي فتحت مجال ده برضو الشغل عدده مش كافي انك تشغلي كل الناس. فلما قعدت السنه اللي فاتت بقول انا كنت شغاله بقالي 4 سنين متواصل، فلازم اقعد شويه عشان غيري يشتغل، يعني ده طبيعي. يعني عملت ضيفه شرف بس في مسلسل جات سليمه مع القمر 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 القمر، اخف دم في الدنيا دنيا سمير غانم. يعني ضيفه شرف بس اعتبرت نفسي ده السيزون انا ما اشتغلتش فيه لانه مش دور كبير، بس في ناس تانية اشتغلت ما كانتش شغاله. لكن في ناس يعني نماذج كتير طبعا من الفنانات برضو ان ممكن بعد السعي ان الفن ده مش محصله بالنسبه له كماديا، ان هو يعني يبني حياه يامن مستقبله، ان هو برضو مهضور حقه في حته الماديات. انت برضو طبعا انا اقدر اتفهم ده كويس قوي، لكن هو اصل هي مهنتي اللي بحبها. الفكره مش ان هي يعني الحمد لله، طبعا هي بتبقى قاسيه لما بتبقى مصدر رزق، هي لو مصدر رزق بتبقى قاسيه، بس هي يمكن الحمد لله لان هي بالنسبه لي مش مصدر رزق، فكمان عندي قدره اني اختار الاعمال واني اختار الدور واني ممكن اقعد سنه وابقى مستمتعه وانا قاعده بتفرج على الاعمال اللي زمايلي عملوها، وببقى قاعده على الكراسي مع الجمهور في سيزون معين زي السنه اللي فاتت، كنت قاعده الناحيه الثانيه مع الجمهور وزمايلي هم اللي شغالين، فكنت في متعه تانية مختلفه. بس طبعا اقدر اتفهم ده طبعا جدا جدا، اكيد هي قاسيه على بعض زمايلي لانها لما بتكون مصدر رزق بتبقى صعبه، صعبه انك تختاري، صعب انك تعتذري عن ادوار، بتقبلي بقى اي حاجه بتيجي، صعب انك تقعدي سنه لانها بتبقى سنه ما فيهاش فلوس وما فيهاش دخل. طبعا انا فاهمه ده بالنسبه لبعض زمايلي، بس يعني انا متفائله ان الفتره الجايه هيحصل صحوه دراميه اكتر، وده يمكن السنه دي حسيناه شويه، مسلسلات كان فيه عدد كويس افضل من السنين اللي قبل، نوعيه الاعمال كانت افضل متنوعة طبعا طبعا، فده بيفتح فرص لينا اكتر. مستر اكس، مستر اكس اتفرجت عليه في الساحل بجد خطيره يعني بجد، دور حلو ومختلف عليه كده، من احب الافلام لقلبي. يعني انا مش عارفه اقول ايه، انا عايزه اقول ان احمد فهمي هو اللي رشحني، وانا من الفانز بتوعه، انا يعني من الناس اللي بتفتقده لما ما بيبقاش عنده دراما، لكن ببقى مبسوطه اكتر لان هو مركز وعنده صحوه سينمائيه يا رب دايما اكتر واكتر. يعني عايزه اقول هو حتى من مسلسل ريح المدام هو اللي شايف ان انا ممكن اجي اشاركه ونعمل كوميدي، فيعني بشكره على الحته الجديده، النقله الجديده، جريئه الدور ده بس مفيش خدش للحياه، جريئه انت تفهمي، لكن ما عندناش حاجه خدشه للحياه لانه هو فيلم اسري هتضحكي جدا وهتفهمي، لكن مفيش حاجه فجه ومفيش حاجه خدشه للحياه. فيعني انا بقول كمان احمد عبد الوهاب كاتب حلو قوي،